أقيمت مساء اليوم قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لسنة 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، وقد أسفرت المواجهات القوية تكمل إثارة المسابقة التي بدأت في دور المجموعات. تأهلت 8 أندية لربع النهائي الأميرة السمراء هذا الموسم، ووصل لهذا الدور 6 أندية عربية هي الأهلي المصري والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي وشبيبة القبائل الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي. ولم تقتصر القرعة على دور الثمانية في دوري الأبطال، بل وكما هو معتاد أقيمت معها قرعتي نصف نهائي والنهائي من بطولة الكاف للأندية. نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 مواجهتان عربيتان سنكون على موعد معهما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. الأولى ستجمع بين الأهلي والرجاء البيضاوي، والثانية بين شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي. فيما يلي الفرق أو المواجهات: الوداد يلاقي سيمبا، الأهلي المصري يلاقي الرجاء، شباب بلوزداد يلاقي سان داونز، شبيبة القبائل تلاقي الترجي. إذن بالتوفيق للفرق المغربية الوداد والرجاء